عقد معهد الإذاعة والتلفزيون ورشة عمل لمناقشة دور الإعلام في قضية مكافحة التدخين. في ميدان التحرير تلاقي شباب كتير لابسين البريه بتاع جيفارا، يعني الصورة الذهنية خطيرة جدا، انه شايف صورة الزعيم والبطل نجوم السينما العالمية بيدخنوا، فهو شايف هذا التأثير دايما دول بيدخنوا. حاجة تانية على المستوى العائلي، في تجارب إنسانية تبص لي تحريض على انه الرجولة هي التدخين، تحريض على انه انا استقليت، انا متمرد او حالة من حالات التمرد. لكن انا في تقديري واتمنى يعني ان اذا كان في طاقه غضب موجوده عند كثير من الشباب المصري اللي بيمثلوا 65% من تعداد السكان، 85 مليون، 65% بتتكلم النهارده في 55 مليون على الاقل من الشباب كان عندهم غضب شديد، عندهم عدم تحقق، يعني ما حدش قدر يحقق احلامه، يمكن بعد ثورة يناير يبطل تدخين. انا يمكن مدخن او كنت مدخن لمدة 10 أو 12 سنة، ويمكن ده سبب من الأسباب الرئيسية اللي خلتني أدخل في المكافحة لما بطلت، والحمد لله حسيت بفرق كبير بالنسبة لي، وعرفت معلومات كتيرة عن حجم المشكلة دوليا وفي مصر. المعلومات كانت صادمة بالنسبة لي، وكان لازم يبقى لي دور في الموضع ده. الإعلام طبعا ليه دور رائع، وأنا يمكن في المحاضرة بتاعتي بقول إن إحنا موجودين في أكاديمية صناعة التغيير. إذا كان التدخين ده مشكلة مجتمعية، سلوك مجتمعي منتشر فعلا عندنا كلنا نتيجة تقبل الموضوع وتوفر المنتجات، فإحنا لازم نصنع التغيير في هذا السلوك. بنخبط على كل باب ممكن يساعدنا في ان احنا نشتغل مع الشباب، لان انا ما يهمنيش قوي ان انا اقعد اول ندوه زي ما حضرتك قلت، لكن يهمني ان الشاب اللي هيقعد يسمع الندوه بعد ما يخرج من الندوه دي هيعمل ايه، وبالتالي احنا اشتغلنا او بنكمل في مراكز الشباب، بنكمل في المدارس والجامعات، بنبتدي نقول للولاد، ولاد نفسهم قالوا مش عايزين نعمل ندوات، طب هنعمل ايه يا ولاد؟ ابتدوا داخل الاسر بتاعتهم يبداوا يفعلوا القوانين الخاصه بمكافحه التدخين بمصر، لان هم كانوا قالوا لنا طب ما فيش قوانين اصلا موجوده. فروحنا خاطبنا وزاره الصحه، ابتدينا نقعد مع وزاره الصحه والشباب نفسهم على اساس ان هم يشوفوا ان لا في قانون. طب القانون دوت لو انا شربت في مكان عام مغلق هتغرم كام؟ طب لو صاحب المنشاه او مدير المنشاه اللي موجود وشاف ان في حد بيدخل في المكان العام المغلق وما طبقش الغرامه هيعمل ايه؟ ناقشت الندوة سبل إيجاد حلول لمشكلة التدخين من خلال توفير البيئة الصالحة للمواطن العادي لخلق جيل جديد صحي خالي من التدخين. أشرف عبد الوهاب، لنهارك سعيد.